بعد أن توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض عن قيام مجموعة من الوافدين بامتهان تزوير تقارير طبية تتضمن سلبية العينات لفحوصات فيروس كورونا كوفيد-19 للراقبين في السفر لبلدانهم من الوافدين وبيعها على ضحاياهم وإعداد إحدى الشقق السكنية بحي المحضر مقراً لاستقبال ضحاياهم، ومن خلال إجراءات الاستدلال والتحريات التي تمت ثبتت صحة تلك المعلومات، حيث تم دهم الموقع والقبض على 4 وافدين، 3 من الجنسية المصرية وآخر سوري الجنسية، أحدهم طبيب بمستشفى خاص، مخالفين لنظام الإقامة والعمل، وضبط بحوزتهم على مجموعة تقارير مزورة وجهاز كمبيوتر وطابعة، وقد أقر المقبوض عليهم بما نسب إليهم، ويقدر ما تحصلوا عليه من ضحاياهم بمبلغ 120,000 ريال، وتم إيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.